السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى عدنا لكم على مباشر جديد دائما من مدينة الدار البيضاء. بلا شك جميع المغاربة ومتتبعين قناة مغارب نيوز تبعوا القصة ديال القاصر اللي كتقول الأسرة ديالها بأن الأم ديالها يعني كتبيعها بهذه الكيفية هذه. اليوم معنا الأب ديال الطفلة عليا، ومعنا كذلك ابنة ديال العمة ديالها اللي كانت معنا في الحلقة السابقة، واللي كما تابعتوا معنا تكلمات حول قضية القاصر عليا اللي حسب الأقوال ديالهم للتذكير باش نذكروا السادة المشاهدين ديال قناة مغرب نيوز بأنه العائلة كتقول بأن هاد الأم كتبيعها لشي واحد في واحد الإقامة اللي معروفة في شارع دو مارس. اليوم الجديد معنا هو أنه الأب ديال عليا اللي ربط الاتصال معنا حول القضية ديال عليا وبغى يدلي بواحد الجديد. السي عبد الله، السلام عليكم. السلام عليكم خويا. السي عبد الله، شنو الآن تواصلتي معنا باش تكلم في الموضوع ديال البنت ديالك اللي المغاربه كلهم ومتابعين مغرب نيوز عرفوا القضيه ديال عليا القاصر اللي في عمرها 14 سنه، وكما جاء اللسان ديالكم دائما كعائله ديالها بانه الام ديالها كتبيعها في واحد الاقامه اللي هي معروفه بلا ما نذكر الاسم ديالها. اشنو بغيتي تقول للمغاربه اليوم؟ السلام عليكم اخوتي المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن. انا اليوم جيت نشرح لكم ونبين لكم انني هاد السيده اشنو دارت للدريه بنتي. هاد السيده سيدي انا هاد السيده كانت كتقرا في مدرسه الوفا، كنا ساكنين في المدينه كتقرا مدرسه الوفا. ملي كانت كتقرا مدرسه الوفا خدات لها سميتو انتقال، داتها روح المدرسه في سباته بلا خبر ديالي بلا اذن ديالي، ودارت التزام على الورقه ما عندي كل ما يثبت ان دارت التزام بالخباري انايا، ومشات حولتها مدرسه ابن المعتز ولا ما عرفت ابن الهيثم ما عليناش ابن المعتز. ملي حولتها تماك انني انايا كنت ديك الساعه مريض. ملي كنت مريض انني سمعوا الدار ديالنا سمعوا ان البنت ديالي مغتصبه. ملي سمعوا الدريه بانني بنتي مغتصبه مشاو انهم بغاو يديروا شكايه لوكيل الملك بلا بيا انايا. مشاو عند الناس السلطات المختصه في هادشي، قال لا خصو يجي الاب ديالها الشرعي انني انا كنت مريض. ملي سميتو تحسنات الحاله ديالي وداكشي كنتفاجئ انني كيقولي العائله ديالي راه بنتك انها مغتصبه. ملي مشيت كنقلب المدرسه اللي كانت فيها مدرسه الوفاء كيقولوا لي ان امها دارت التزام وكتحمل جميع مشاكل القضائيه انها تحول الدريه من لهنايا. خديت فين تحولات، تبعت الخيط ديالي تحولات لسباته. ملي مشيت لسباته عرفتها فين كتقرا. ملي عرفتها فين كتقرا قال لي ودي راه كتمنك بزاف وهادي وهادي. ملي مشيت عرفتها ساكنه في جميلة اربعه، مشيت لجميلة اربعه يلا وقفت قدام الدار بحال هكا كتبان لي هي والدري ولدي الكبير والصغير خارجين الزنقه. ملي شافوني خرجوا داك السيد هرب كيجري تبعته ما شديتوش. من تماك الناس كيعيطوا ليا وكيقولوا ليا ان بنتك مغتصبه، بنتك مغتصبه، بنتك مغتصبه في جوج مارس. انني انا ملي عرفتني عرفت المدرسه وداكشي والدريه ان كلشي عندي لي بيلتا عندي كلشي كل ما يتبيت ان الدريه سقطات. ملي جيت بغيت نعرف الدريه ديالي واش تقرا قالوا ليا راه زادت عاوتاني حولاتها. خديت انها في مشات مدرسه البيروني، مشيت ندرس البيروني وما عندي لي بيلتا انها سقطات ما جابش المعدل مزيان. مشيت البيروني خديت استعمال الزمان ديالها ها هو، وتبعت الخيوط ديالي وعرفتها فين ساكنه انها ساكنه في حي التسهول. مشيت درت شكايه لوكيل الملك بيديها انها هذاك السيد سمعت انه ولد خالتها مغتصبها. ملي عرفت ولد خالتها مغتصبها سيدي ولد خالت البنت ديالك ولد خالت امها ودخلت مع ام المراه هو اللي كتقول انت كتظن بانه هو اللي مغتصب بنيه، لان الناس كيعيطوا لي كيقولوا لي انه هو راه هو اللي مغتصبها وانها راه بلي ما راه وانا شفتو عندهم في الدار وهرب، وانها تحولت من جميله اربعه لجميله خمسه ومن جميله خمسه جات للبورغون وكلوا لي كيمولها هو اخو المغتصب هو اللي كيمولها.
كي كنا قلنا بعدي من حدانا باش نبقاو نشوفو هادشي، حيت هما عندهم دار في سباته، هذا باش عندهم دار في توماس. هي هذيك اسيدي ملي درت شكايه الوكيل الملك، تبعت ان مشيت عند الشرطه القضائيه، تصنتوا ليا، سمعوا ليا داكشي الاقوال ديالي، استدعاوها هي والدريه، كذبات عليهم، قالت لهم ان بنتي ما طاري لها والو، سولوا الدريه قالت لهم ما طاري ليا والو. ولكن قبل من هادشي ملي سمعتني انني عارف الدريه مغتصبه وداكشي، بغات دير معايا طلاق اتفاقي. ها هو دارت معايا طلاق اتفاقي، قالت لي انك تخلص لي هادشي وتخلص لي الشهر الدري والدريه، حيت الدري الكبير عنده 20 عام ما بقاش ما ترف... صافي رفعت عليه النفقه. قالت لي ولكن تشوف الدري الصغير والدريه ما تشوفهاش. زيد تخناني انني الشك انني الدريه مختصبه ما تشوفهاش. هي هذيك اسيدي جيت عند الشرطه القضائيه صرحت لهم بهذا الشيء، صنتوا لي الله يجازيهم بخير، عيطوا عليها استدعاوها. اذا ما بهم كتقول لهم انايا اذا الشرطه القضائيه دارت الخدمه ديالها، الخدمه ديالها في اونفا صنتوا ليها. قالوا جيب قالوا لها رباك كنقول لك انت كتبيعي الدريه، كتبيعها للدعاره، والدريه عندها 13 عام ولا 14 عام باقا باقا قاصر، وباها راه كيقول لك هذا الشيء. نهار الشيء قالت لهم انا غنجيب لكم بما يثبت. واش الدعاره، واش الدعاره بكل ما تحمل الكلمه معنى ولا اغتصاب فقط؟ واش كتمارس الدعاره يوميا؟ انا كتمارس الدعاره ملي الدريه داوها للطبيب الشرعي وقال لك انها مازال كتمارس، يعني وداروا لها التحليلات ان ما عندها لا ايدز لا سيده. دونك ملي كيديروا التحليله لواحد السيد ولا السيده، دونك راه كاين الفساد. لا واش قالوا لكم بان هاد البنت هاد القاصر يمارس عليها يوميا؟ يوميا باقا كتمارس، تعاشر معاشره الازواج، معاشره الازواج، معاشره الازواج. هي هذيك اسيدي قالوا لها جيب لنا بما يثبت، غبرات عليهم مرتي السيمانه وزياده. انا كنسول ديما على الجديد، ديما خصني نسول على بنتي، حيت هذيك فين دات كبيدي. انا هي كبرتها وحضنتها وبغيت نقريها وبغيت نوصلها وبغيت نتسنى شي واحد يدق عليها في الباب يقول لي بغيت بنتك وهذا وهذي. سمعت هذا الشيء تصدمتي؟ تصدمت. انني ملي تصدمت اسيدي كنمشي كل نهار عند الامن كيقولوا لي باقا ما جاتش، باقا ما جابتش السرتافيكا. ملي جاب السرتافيكا جابت انها البنت في الدار البكاره ديالها، يعني غير عازب، غير عازب. ونهار الامن الله يجازيه بخير ويطول عمره داروا خدمتهم انه داهم بيداتهم للطب الشرعي تاكدوا يلقاو داك الشيء اللي اللي جا في اللي جا الام. وقالوا لها كيفاش انتم كتقولي ما عارفاش وشويه ها هي طاري لها هادشي. ولكن كيفاش قصه انك قلتي بان هاد الام هادي بغات تنازل على جميع المستحقات ديالها بمقابل انه انت تنازل على الشكايه اللي درتي على قبل البنت ديالك، ياك؟ عاود للمغاربه باش يسمعوا. انا قالت لي نديروا طلاق اتفاقي وعيطات للناس اللي المحاميه ديالها، عيطات للمحامي ديالي قالت لي قول لي تنازل لي على الشكايه وانا تنازل لي على جميع المستحقات. قلتي لي بان هذا الاوديو كاين، كاين موجود، كاين. واش تقدر تسمعوا لنا دابا يسمعوا المغاربه على المباشر؟ سمعوا لنا على المغاربه مباشر، جيبوا لي الله يرضي عليك باش يسمعوا المغاربه مباشر. واخا انا نجيبوا باش المغاربه يعيشوا معنا هذه القصه ويعرفوا الواقع اللي كاين في هذه القضيه. حنا كلشي على المباشر، كلشي على المباشر. كذبوا ما والو صافي، وخوتي المغاربه كلهم يتضامنوا معايا. انا بنتي عندها 13 عام وحضنت عليها وضربت عليها الليل، انا خدمت الليل 20 عام ديال الليل، كبرت الدري والدريه، وكيقول لك ما كنصرفش عليهم. انا كنت خدام في طاكسي والحاجه الخيره كنجيبها كنجيبها لهم ياكلوها ونلبسها لهم، فهمتيني؟ وكانوا نقيين. والدري ولدي اللي كيقول لك انا ما عمري درت ليه شي حاجه ماشي باه، الدري ولدي كان كيلعب كره وصيفطو حتى للسبليون، لعب كره في السبليون. عاود لنا قضيه حق الابن ديالك اللي قلتي ذاك النهار قلتي بانه ضربك. ضربني. عاود كيفاش وقع؟ انا مشيت عند الامن ما بغاش تقول لهم الدري، قالت لهم شي واحد اكس في الدروه، شي واحد اكس في سباته، حيت هي ضغط على مخ والام ديال المغتصب وداك الشيء والفلوس وداك الشيء انها ما تقولش شكون. انا قلت غادي نمشي عند بنتي للمدرسه، غير نجرب نمشي معها للقهوه، نمشي معها لشي بلاصه، يعني بحال تصاحب معاها صح؟ باش تقرب لها. مشيت يلا كنعيطها كتقول لي ما كنعرفكش بوليس، هذه الدريه معمره عليه ماشي مشكل، دريه قاصر ماشي مشكل. جا ولدي دا كيضرب فيا، كيضربك بهاد ضربني 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 ضربني، راه كاينه الكاميرات حدا البيروني. فهمتيني؟ ضربني.
ضربني ولدي. قلتي لي بانه ضربك ضربك واحد ضربني بكروشيات وضربني بالشمال وبقى يشفع عليا فهمتيني؟ يعني ضربني. كيف يعقل الابن ضرب باه؟ ضربني كبرته انا كبرته شغل عنده 18 عام تبلغ ولد عنده 18 عام وضربني قال لي ما سوقكش في نظرك علاش 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 هذا الابن هذا يعني تجرأ انا وضربك في نظرك؟ قبل حيت انا كنهضر على الحق ديالي وهما مشارجين لي ولادي باش الدري يضربني والدريه ما تحملنيش ما بقاوش كيحملوني حيت هو مولهم كيكري لهم خوه الكبير حيت عنده الفلوس انا ما عنديش داك الشيء انا 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 كرامتي كبر من الفلوس والقانون فوق الفلوس وفوق كل شيء شي القانون يعلى ولا يعلى عليه القانون يعلى ولا يعلى عليه والحمد لله بلادنا بلاد القانون فهمتيني والقاضي والقضاء غادي يصفني حيت انا ملي حطيت الشكايه ديالي ها هي ملي حطيتها اي حاجه كتبتها فيها كلشي مزكي لي الحمد لله واللي قلته في الملف ديالي كلشي مزكي وكلشي اللي قالته هي كذوب كلشي عند الامن الحمد لله ولا قلت شي حاجه داكشي موثق الحمد لله وهاد السيد اللي عنده شي بما يفيد والتوثيق كما عندي انا تخرج تجاوبني تخرج تجاوبني تقول لي هاري ها الشهاده ديال بنتي من عند الطب الشرعي ما تجيبهاش ليا من عند الطب خاص مع الطب الشرعي ديال الدوله انا نتقبلها ولكن عند الطب الشرعي عند الامن انها راه بنتي انها كتماس كما كعادي كانها متزوجه وعندها 14 عام فهمتيني ولكن كيف يعقل ان طفله قاصر بقى ما بلغتش السن القانونيه ديال الزواج كيفاش يعقل انها يعني كتعيش عيشه ديال الزوج مع الزوجه ديالو يعني باذن ديال الام ديالها باذن ديال الام ديالها وخالتها انا سمعت ان هذا السيد اللي مغتصبها ملي كيدخل لدارهم كيحيح كيقول لهم جيبوا لي عوليا كيهرس ليهم كتعيط كيعيطوا لخوه خوه ساكن الفوق فوق مسباته كيطرق امها والدريه وكيجيبها ليه بنتي ولات لهايا ولات رداعه بهذا المفهوم هذا ولات رداعه ديال هذا السيد هذا باش ما يحيحش عليهم بنتي ولات ضحيه وبنتي قاصر كيبان هذاك الشيء زوين ولكن ملي غتكبر عندك ما تعرف انها رضيعات الشباب ديالها حيت انا باش كنت كنقريها وكتمرلي فيها وكنت كنلبسها احسن لبس وكنت تاكل احسن الماكله وكنت دافي ما بغات لا هي لا خوتها كنتسنى غادا تقرا وغادا تكبر ويجي شي واحد عندي يقول لي بغيت بنتك وزوجها لي شوف وليداتها حتى ولات مغتصبه فهمتيني وهاد السيده انا اللي ما انا جات لعندي قالت لي انني انا ماشي 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 عذراء وقالت لي حامله معاك وتكاتبنا في الشهر التاسع هذا باش درنا لاكت وهذاك الدري اللي ضربني راه هو اللي كان في الكرش وسترتها وجلست وسط عائلتي وسط امي وبا وخوتي وكلشي ولدت معايا ثلاثه وفي الاخر ملي طرا المشكل بيني وبينك انا بيني وبينك الطلاق داكشي في محكمه الاسره ما تخلطيش الاوراق اننا حنا في محكمه الاسره وتخلطي الاوراق عند المخزن انك تقولي حقه نفقه هذوك ولادي الا عطيتهم نعطيهم لولادي ولكن هذه الام اللي غنعطيها خاصها تكون صالحه غنعطيك واحد غنعطيك تنفقي عليهم تقريهم تربيهم تربيه صالحه يكونوا مزيانين دابا نستمعوا لهذا الاوديو بقاو معنا مشاهدينا الكرام في هذه القصه دائما ديال العليا دابا الان معنا هاد كما جاء على لسان البنت ديال العمه ديالها بانه كاين ما يثبت الا تفضلتي حاولي انك النمره ما تبينيش النمره غير قلبي التليفون حدا الميكرو باش المشاهد يسمع معنا عاودي باش هنا كي سمعتوا معنا خوتي المغاربه الساده المشاهدين ديال القناه ديالنا مغرب نيوز هذا اوديو
ياك مع الاستاذ ديالي. الاستاذة ديالها عيطت للاستاذ ديالنا قالت له يدير لي تنازل وندير لي تنازل على كل شيء. قال لها ما يمكنش انا نسكت على حق بنتي. انت ماشي بيضاء انني قلت لها. قال لها انا كنبقى مستعد نعطيها ليها ولكن حق بنتي ما غنسمحش له واخا ما عرفتش اشنو يوقع لي ما غنسمحش حق بنتي. اذا دابا هي تواصلت مع المحامية ديالها والمحامية ديالها تواصلت مع المحامي ديالكم انتوما على اساس انه هي تنازل هي تنازل على المستحقات ديالها مع الطلاق تنازل على كل المستحقات ديالها كتبري الذمه ديال الزوج ديالها كتبري الذمه ديال الزوج ديالها بالمقابل انه هو دل على هادشي كاين ديال الاختصاص. اذا يعني هذا كيعني بانه كيورطها هذا امر كيورطها هذا. ودارت معايا طلاق اتفاقي وقالت لي انك تشوف الابن ها هو قال لي زيتو باش عرفوا جميع المغاربه خوتي داخل الوطن وخارج الوطن انني ما كنكذبش. قال لي زيتو قالت لي انك غادي تشوف الدري الصغير وتخلع وتعطيني شهريا للدري والدري واحد لاصوم ها هي والاعياد وتمدروس العام كله. قلت لها ما كاين حتى مشكل ولكن ما تشوفش الدريه تشوف الابن بوحده ها هي انك تشوف الابن بوحده. هي كتشرط عليا داكشي اللي بغات باش ما نشوفش الدريه باش انا ما تجيش عندي ديال تقرب مني باش ما داش على الطبيب ولا شي حاجه. ولكن الحمد لله الامن دار الخدمه ديالو وتعطي وعرفت فين تاش عندها انا مختص. وهادشي كلشي وهادشي كلشي هادشي كلشي اخوتي المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن وكلكم حنا المغاربه راه كنضامنوا بعضياتنا وبغيتكم تضامنوا معايا حيت كان يدي خف فيا مع هادشي. مع فهادشي اسمحوا لي. مرحبا. اسمحوا لي كنعتذر. مع فهادشي انكم تضامنوا معايا على بنتي راها باقي عقلها طيش وما كتعرفوا والو عندها 13 عام باقا ما كتعرف حتى شي حاجه. امها لعبه على عقلها هي والام مغتصب والسيد كيمولها بالفلوس والناس والفلوس راه ماشي الكرامه. انا راه انا كرامتي وماشي الشرف انا راه كرامتي اكثر من الفلوس. انا راه كرامتي راه قدر ما عرفت شناهو راه ما كتسول حتى شي ثمن. انا راه ما كنطلب الفلوس لا والو انا كنطلب شرف بنتي انا كنطلب الكرامه اللي حط يدي على انا راه درت شكايه انا راه البويت قلت لهم اللي حط يدي على بنتي حط يديه يتعتق خاصو يتحاسب قانونيا يتحاسب قانونيا قانونيا يتحاسب قانونيا علاش ما حدش يدي باقا قاصر. واخا نسمعوا البنت ديال العمه ديالها في نظرك في نظرك انت مثلا ام مثلا توجعات وولدات وربات وكبرات في نظرك انت علاش ام انت كامرأة علاش ام يمكن ان علاش ام دير بحال هكا في نظرك؟ من اجل الماده. الماده كدير بحال هادشي هذا؟ هاد السيده باعت بنتها باعت شرف بنتها من اجل الماده. حنا الامهات ديالنا كبرونا وزوجونا الحمد لله مشينا بشرفنا ولكن هاد السيده خليت تعب الليل وخدم عليهم وكبرهم اقسم لك بالله العلي العظيم الى واحد المعزه كانت عند وليداتو كاملين ضحات بهاد البنت. علاش حشومه عليها حشومه حشومه مابقاش عليها دير البنت بحال هكا من علاش من اجل المال. يعني انتم لازلتم مصرين على انه هاد البنيه يمارس على يوميا لحد الساعه الان حتى بالشرعي قالنا البنت باقا لحد الان ما قالش لينا حنا الطب الشرعي حنا الامن اللي قال لينا يعني السيرتيفيكا لي غابور ديال السيرتيفيكا هما اللي كيثبتوا بان البنت واش كاين اغتصاب وكاين فرق ما بين الاغتصاب وفرق ما بين الممارسه هي اغتصاب وممارسه. انا ولادي ما شفتوش عامين ونص ما كنشوف لا هي لا ولادي لا حتى شي حاجه واخا هي كتعملي درتي ليا قلتي لك كنت مريض كتقول لك ضربتيني انا ما بغيتش نشوفها. انا الامن الحمد لله هو اللي جاب لي الحقيقه ومتبع ليا في سريه تامه هادشي غادي يتم فهمتيني. وهاد السيده راه انا دير معاها انها دارت التزامات باش تحول ديال المدرسه وحق الاب الشرعي هو اللي حولها من المدرسه. هذا التزام في الوفاء ودارت التزام في سباته وقالت لهم في سباته انها بها لحال لحما وزاد وانا يا حي وانا يرزق. يعني كل مدرسه كتعطيهم قصه كتعطيهم قصه والحمد لله هالوريقات هاني بلتان ديالها البسطات ودار محاوله باش يتقرب من بنته جا الابن اللي خاصو يكون اللي خاصو يدير يدو في يد باه ويضمن حق اختو اللي دار وشرف اختو اللي دار و ما خل عرفتي واحد الحاله نهار الجمعه لا نهار السبت علي بلتا الغياب عندها بدون مبرر وسقطات الدوره الاولى جابت 8 والدوره الاخرى جابت 5 ما كانتش كتدخل كيقول لي اختك واقع لا كيقول لي راجل اختي راجل عليك ها السي الزمان باش انا متبعه حشومه الدريه كتخرج من المدرسه كتقول لها ديري القب باش ما يعرفوش باش ما يعرفوش. علاش تحولتي من المدينه لسباته
ومن سباتة رجعتي للمدينة. مشات بلا الدروة. الدروة اللي حفظها الشهر. اللي كتقول الدروة، الدروة قالت الشهر وقالوا لينا أن الدين بغيتي تخرج ذاك الشهر. تحولت لسباتة. من علاش تحولتي من المدينة لجميلة أربعة، من جميلة أربعة لجميلة خمسة، ومن جميلة خمسة لبوركون حيت تسعود، قالت علاش رجعتي؟ يعني بغيتي تقول فيما أنت كتلحق بهاد الأم وهاد البنت كيعاود يتحولوا هما. ولكن اللي زدت بغيت نقول لك الاخ ديالي انني من شمير من عرفوني انني عبد الدريم مغتصبه حول مثباته، حيت هذاك المغتصب عندهم بالضبط في مثباته، بعدوا عليهم الشبهات فهمتيني؟ قالوا سيري رجعي للمدينه، مولوها ورجعوها وكراولها في السطح فهمتي؟ انا باش كطالب دابا انت باش كطالب؟ انا بغيت بنتي نعرف شكون اللي مغتصبها. واخا انت عارف بغيت نعرف واش انت بلاتي باش الراي العام تو يسمعنا واش انت باغي تعرف غير اللي مغتصب بنتك ولا بغيتي تعرف حقيقه ان بنتك يمارس عليها يوميا معاشره الازواج؟ انا باغي نعرف ان بنتي يمارس عليها ممارسه الازواج. يعني بغيتي اي واحد قاس بنتك يتحاسب بموافقه الام ديالها؟ يعني اي واحد يتحاسب بموافقه الام ديالها؟ موافقة المهم اللي كتقول لك انا يا هادي راه بموافقة ديالها. انا بعيد عليها امين وفي خباري كل شيء، ما بالك امها ما عرفتش معاها في العشيه ما عرفتش هذا الشيء. انا بعيد، انا امين وصولا معاها في المحاكم وعارف عندي كل شيء بما يفيد. واللي قلت للمخزن الحمد لله ما عمر قال لي الا ماشي هي كنلقاها كاينه. انا درت شيك على الاغتصاب لقيتها مغتصبه. انايا حول منظر قلت المدرسه كنت حول المدرسه المدرسه هاد السيده جبد جاوبني بما يفيد بالوراق. يعني انت بغيتي تواجه معاها؟ تواجهك. ما تواجهنيش اتواجه المخزن؟ لا بغيتي تخرج للاعلام حتى هي ولا عندها ما يفيد؟ ما يفيد باش تدي ليه؟ ماشي شفويا يعني حق الرد هادشي اللي حق الرد حق الرد كيتشاف بالوريقات تبت بان هادشي كله كذوب كذوب تقول لنا كذوب جبت سيرتيفيكات لا فيرجينيتي بان بنتها بنت وتبان شرعي ديال الدوله. حنا ما بغيناش ديال ديال سميتو ديال الطب العام فهمتيني؟ حنا ديال الدوله فهمتيني؟ ديال المخزن وتبت ان سميتو وحنا هاد السيده كتحول من بلاصه لبلاصه علاش كتحول؟ دونك راه الشعب المغربي وقع المشكل راه كتحبستها من المدرسه دابا رجعتها غير باش تضرك داك على المشكل اللي كان تضرك باش باها زعما البنت في المدرسه ما واقع عليها والو فهمتيني؟ ها شهاده المغادره خويا هاهي كل شيء عندي بما يثبت كل شيء هاد الالتزامات هاد البلدان الشكايه كل شيء عندي اخويا ان السيده تعدات عليا وتعدات على الشرف وانا عائله محافظه ودابا انا ما عمرني ما خرجت الاعلام ودابا انا خرجت علاش؟ حيت هي كثرت بزاف وكتكذب على الناس وخرجت خرجت واحد الجريده الالكترونيه قالت لك انا لحتها ومشيت مع وحده هي كذابه انا مرضت خليتها مع دارنا وانا اللي خرجت واربع شهور ما كاين لي الناس وداووني هي ما عقلاتش عليا قالت لي فيه الموت. يعني هذوك الوراق اللي وريتينا ديال الاطباء هذيك اللحظه اللي كنتي انت مريض بغيتي تقول هي يعني داركم يعني تهزوها هي والوليدات وقالوا لك انت كراجل سير سير ومشيتي خرجتي ياك مشيتي خرجتي دوزتي ديك المرحله ديال المرض جاب الله الشفاء جاب الله الشفاء. هذيك اللحظه هذيك السيده بغيتي تقول بان استغلت هذيك الظرفيه وحرضت الوليدات ضدك يعني عمرت الوليدات ضدك ضدي وانا ما بقيتش كنجيب واحد المصروف اليومي هي كتصرف عليا انا درت ليه كتصرف على ولادي ولادي كسكن كسيما من الاماكن المزيانه ولدي صيفطو الصبريون لعب كوره فهمتيني؟ هذا اللي ضربو فهمتيني؟ صيفطو عندي كلشي وهاد السيده ردات الحاله المدنيه دات كلشي انا راه ما عندي حتى ورقه وما بغيتش نهضر معاها وانا ولدي ضربني وما بغيتش نشوفو حتى قدام الوكيل خليته داز ودات عليه محامي باش داز وانا عندي معاه جلسه نهار 10 شهر جوج وغادي نحضر وغادي نهضر حيت بغيت نتلاقى معاه عند سيد الوكيل فهمتيني؟ ضربني ولكن هاد الناس هادو باش تحرشي ولدي يضربني وبنتي ما تحملنيش حيت بدل بنت مغتصبه راه حرام هادشي راه ما يبغي لها ربي لعبده والحمد لله كنطلب من الناس تعاونني والشعب المغربي لا داخل الوطن لا خارج الوطن يساندني ان خو هاد المغتصب راه عنده يد في هادشي فهمتيني؟ واي حاجه درتها انايا بغيت الشعب المغربي كلشي يعاونني والله يجازيكم بخير وسمحوا لي وكنشكركم وكنشكر جميع المغاربه اللي تضامنوا معايا وانا هادشي كلشي قلتو راه كله مزكي وما كذبتش فهمتيني؟ ما كنكذبش
وحد الله واحد كاين ولا وحده ولا شركه له. وكنشكركم وكنشكر الصحافه ديال المغارب نيوز وكنشكر جميع المغاربه وكنشكر القضاء والامن الحمد لله اللي كيحقق في هذا الشيء. وكنشكر سيدنا الله ينصرو سي الحموشي ورئيس النيابه العامه ورئيس المجلس الاعلى للقضاء. وكنشكر كل شيء الله الوطن الملك وعز سيدنا والله ينصرو والله يخلي لنا الاسره العلويه والله يرحمكم الوالدين. وشكرا وكنتسنى حق الرد ديال السيده. انا كنتسنى حق الرد ونعاود نرد عليها حتى انا بما يفيد. انا كنرد بلي جيستيفيكاسيون ما كنردش شفويا كنرد كتابيا. هاد السيده اللي عندها شي حاجه كتابيا انا موجود والله يرحمكم الوالدين واللي بغيت وساندوني والله يرحمكم الوالدين. وكنطلب جميع الجمعيات يساندوني جمعيات لي ديال الاطفال اللي ما تقيش ولدي وبزاف الحوايج يساندوني انني انا راني في محنه وانا ما كناكل ما والو. راه بنتي راه هي ركبتي وراه هذا الاسم ديالي وهذا الاسم العائلي ديالي. حنا عائله محافظه وهذيك السيده كاع اللي قالت راه كذوب فهمتيني. راه انايا ما بغيتش نقول شي هضره اللي غادي نضر لا انا كنهضر على بنتي. اما الا جينا نهضروا راه نهضروا بزاف اللهم بما نهضروا باختصار بما قل ودل. انا كنقلب على بنتي اللي ولات كتمارس بحال عندها ما عرفت شحال وفي الدعاره. انا بغيت بنتي نعرف اشنو عندها وشكون اللي سميتو اغتصبها واخا انا عارف. وشكرا لكم والى اللقاء. وشكرا للمغرب نيوز وشكرا للاخ الصحفي ديالنا وشكرا لكم جميعا والى اللقاء. اذا كما تبعتوا معنا مشاهدينا الاوفياء مشاهدين مغرب نيوز كما سمعتوا الاب ديال عليا يعني تكلم عنده ادله عنده اوراق تثبت ما صحه ما يقول. اذا حنا اللي كنقول من هذا المنبر هذا راه حتى هاد السيده اللي كيتكلموا عليها فعندها حق الرد الا عندها ما يثبت وعندها ما تقول في هذا الكلام. مغرب نيوز مفتوحه في الوجه ديالها اكيد تعطيها الحق ديال الرد تكلم وتعاود داك الشيء اللي عندها. كذلك طبيعه الحال حنا كنبقاو محايدين حنا فقط جهه ومنبر اعلامي كيوصل الصوت من الناس الى الناس. هذا هو الدور ديالنا بطبيعه الحال كاعلاميين. اذا الى هنا سناتي على نهايه هذا البث المباشر. كان معكم مراسل قناه مغرب نيوز مصطفى القرناوي يحييكم. دمتم في رعايه الله وحفظه والى اللقاء في بث مباشر اخر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.